مولاتي الحدقه، بديتي ليا بتوجد سله وشباكيه ونسيتي ليا الوصفات ديال العشوب ديال المصران والانتفاخات والانتفاخات البطن الغازات عرفتوا الحريره الحامضه والحمص والعدس. يلا الكبيده جبت لكم الوصفه اليوم اللي طلبتوني ديال انتفاخات البطن والغازات ديال القولون العصبي المعده. اي مشكل كيجيك في البطن من وراء الحريره والحمص والماكله وشي برج سخون، الوصفه ديال اليوم غتشكروني عليها. ايها البنات غتشكروني، ولكن الله يعطيكم الستر والله يرحم لكم الوالدين. لايكيوها اكبر عدد اللايكات، بارطاجيوها اكبر عدد ديال الناس باش يستافدوا منه، خصوصا الناس يعانيو بزاف هذا الشهر الكريم. خليكم معايا. السلام عليكم البنات، السلام عليكم الحبيبات ديالي، السلام عليكم الكبيدات. نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف صحه جيده. نبداو النهار ديالنا لا فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الاجمعين. نتمنى حتى نتوما هكا تصليوا على النبي باش يكون عندنا الاجر بجوج. كيف دايرين؟ كيف داير الاحوال ديالكم؟ شكرا للمتتبعات ديالي، لهلي خطيكم عليا، على الرقي ديالكم، على التعليق ديالكم، على اي حاجه كتبتوها من حقي شرف ليا، ولهلي خطيكم عليا. ولاول مره كيتصات مع القناه ديالي مرحبا والف مرحبا. هذه هي القناه، خصك تلايكيها وتشتركي فيها وديري فيها لايكات وتفرجي فيها باش هكا تعمل فائده، وما تنسيش البارطاج هي باش هكا تعمل فائده وحتى انت يشكروك الناس. مرحبا والف مرحبا. اليوم فيديو جديد تحت طلب الغاليات، وكيف تنقول لكم ديما اي فيديو عندي في القناه ديالي وهو تحت طلب الغاليات. رمضان ما بقى ليه والو البنات، خصنا نوجدوا راسنا. كنوجدوا الشباكيه وكنوجدوا سلو وكنوجدوا التمر وكنوجدوا التقيته ديال رمضان، ضروري نوجدوا العشيبات اللي غادي ينفعونا. عرفتوا رمضان البنات، ها السخون ها البرد ها الحراره الحامضه ها الماكله ها العصير سخون ها اتاي بارد ها عصير بارد ياك اتاي سخون قلبتهم. المهم البنات، المهم ما كاين المعده تبارك الله هي قرب الرع، والمصران هي قرب الرع. داكشي علاش البنات قالوا لي عافاك كوثر قعد تقينه قبل رمضان بشي وصفه خاصه بالمصران. ايها البنات، انتفاخات البطن والمصران والغازات، وغادي تنفعكم حتى في القولون. اي مشكل عندكم في المصران والمعده وداكشي، والله الا وصفات طبيعيه. هاد الوصفه اليوم طبيعيه اقتصاديه، وشي حاجه اللي المنافع ديالها نافعه راسها براسها. بلا ما نطول البنات، كندوي لكم على واحد الوصفه خطيره. ولكن قبل بغيتكم البنات عافاكم توصلوا لي بزاف 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 ديال اللايكات والبارطاج باش هكا يستفدوا منه بزاف ديال لي مامون، بزاف ديال البنات، زياد ديال الامهات ديالنا، بزاف 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 باش راه اي واحد فينا خصوصا في رمضان كيتزادوا علينا المعده، كتجبد المصران، كيتجبدوا السنين، كيتجبد اي حاجه. داكشي باش خصنا نوجدوا هادشي قبل رمضان. يلا الكبيدات ندوزوا على بركه الله لمكونات الوصفه ديال اليوم. نبداو بسم الله على بركه الله في اول مكون اللي كنحتاجو في الوصفه ديال اليوم، وهي الكرويه. كتكون بحال هذا الشكل البنات، ها نتوما كتشوفوا يكون اللون ديالها بني غامق، كنقولوا لها باللغه الدارجه الكرويه، وهي سميتها الكرويه. غنخلي لكم فوائد ديالها هنا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من انتفاخات البطن، الغازات، القولون العصبي، المعده، الحرقه، اي حاجه عندك في البطن ديال الكرويه رائعه بالنسبه الى تخلطات مع هاد المكونات. ما نعاودش لكم البنات. بالنسبه كيقولوا لي الكميه شحال، غناخذوا 100 غرام 100 غرام من كل مكون اللي غنبارطاجي معكم اليوم. بالنسبه ليا انا راه ديجا عندي، ما كيخطاونيش هاد العشوب، ولكن انا جيت نبارطاجي معكم هكا كميه. ولكن تنقول لكم الا ما عندكمش هاد العشوب وما متوفرينش عندكم، غتمشيو عند العشاب، غتاخذوا 100 غرام 100 غرام من كل مكون، غتاخذيه ما يطحنوا لكش هو، غتجيبيه للدار تغسليه تنقيه تنشفيه وتطحنيه بهذه الطريقه اللي غنوريك. اول مكون وهو الكرويه، غادي تاخذي بحال هكا شي زلافه كبيره ولا شي حاجه، المهم انا هي تنوريكم الطريقه. بالنسبه لثاني مكون وهي حبه حلاوه. حبه حلاوه البنات المنافع ديالها حتى هي رائعه. هاد البنات، البنات هاد الوصفه ما غاديش تهنيكم المصران، داكشي غتفتح لكم الشهيه. الناس اللي نحاف، الناس اللي عندهم مشكل ديال الغدد ما كيغلاضوش، هاد الوصفه ما خاصهاش تخطاكم برمضان من غير رمضان. اي مشكل كان عندك في البطن، حسيتي راسك الشهيه ما كايناش، حسيتي راسك فقتي من الصباح، الوجع فيك، المعده، داكشي بيتي تصفي واحد المعلقه مع الماء وهانتي بخير وعلى خير. المهم البنات، الفوائد ديال حبه حلاوه كذلك في انتفاخ البطن او الغازات، غنخلي لكم كلشي هنا في الشاشه. شي حاجه اللي اكثر من رائعه وشكره راسها براسها، وراه كلشي كيعرف هاد المنافع ديال هادشي. والبنات الا ما تقتوش في الوصفه اكثر، عقود خلو بحثوا، راه تبارك الله جوجل عطى الله ما تبحثي وشوفي المنافع تاع كل مكون، وتبارك الله الا تخلطوا بعضياتهم ما بقيش تقول لي المصران ولا شدين وجوع داكشي. البنات كنجيب لكم
مواصفات مجربة ناجحة 100%. خصكم تحيدوا العجز وديروا داكشي، وبارطاجيت معكم هادشي قبل رمضان باش ما تجيوش طال رمضان وتقولوا لي فيا، باش توجديه دابا ما حدك شرب اميها، وجدي هادشي وعلى بركة الله. المكون الثالث البنات وهو النافع. بالنسبة للنافع يكون النافع الاخضر البلدي اللي تيكون عنده توا منافع رائعه، الفتح شهيه. البنات اللي واخدين فكره غلطه واكبر من غلطه تيقول لك النافع تضعف، حاشا ميمكنش. البنات اللي جربوا الوصفات ديالي بالنافع ماشي غلطهم ولا قالوا لك صافي ولا تيقول لهم رجالات مبارك عليكم من هذاك الغلط، مابقيتو مقابلين ليا كوطه حتى وليتو حدكم حالا بالغلط. المهم البنات كنضحك معكم شويه، ما كنبغيش تحسوا هكا بالملل في الفيديو، اننا عائله وحده، كنبغيو كنضحكوا مع بعضياتنا ونديروا هاد الوصفه بكل متعه بكل فرح وبكل حب ليا وليكم البنات. هادشي البنات انا كنديروا حب، كنديروا دراسه، كنقرا، انا باقي تنقرا، باقي بزاف ديال الحوايج اللي غادي حتى نتوما ديروا معاكم، باقي تنقرا الحجامه، باقي تنقرا بزاف ديال الحوايج اللي حتى نتوما غتستافدوا منهم، وما غادي نبخل عليكم حتى شي حاجه، وغيكونوا مفاجات ليكم البنات، هديه مني ليكم ان شاء الله البنات باذن الله. كيف ما قلت لكم البنات ثالث مكون وهو النافع، غنخلي لكم كذلك الفوائد ديالو بالنسبه لانتفاخات البطن وكل شيء، اي حاجه عندك في المعده، المصران، النحافه، شي حاجه شاكرة راسها براسها بلا ما نبقى نشكر فيها. اخر مكون البنات وهي الكزبره، اولا تنقولوا ليه القزبر اليابس. كيف ما قلت لكم على المكون الاول كناخذوه كنغسلوه، ما باقيش كل مكون نقول لكم حيت تيبقاو يسولوني واش نغسلوه، اي حاجه جبتيها معطره غسليها، نشف فيها شويه في الفران اولا في المقلاه، ماشي تحمريها وتحرقيها، لا غير نشف شويه من هذاك الماء، لان ما كتعرفوش عند العطار اولا عند العشاب واش داز عليه فار، دازت عليه طبه، دازت عليه بوجعران، داز عليه بزاف ديال الحوايج، ولكن نتوما غادي يهمنا عقلكم ضروري اي حاجه دوز في الغسيل في التنقيه في اي حاجه، لاننا غادي ندخلوها للبطن ديالنا والمعده ديالنا، ما يمكنش غادي ندخلو لها الحجر والميكروبات. هادشي البنات بين قوسين، حيت البنات كيسولوني ما قلتيناش غسلو، هادشي البنات ماشي كل وصفه نبقى نقول لكم غسلو، راه نتوما هي من راسكم اي حاجه غتغسلو، اي مكون شتوني حطيت لكم خصو يتغسل حبيباتي. صافي البنات غنخليكم في الشاشه هنا الفوائد القزبره كذلك، اولا قزبر اليابس لانتفاخات البطن، الالم الشديد ديال الغازات، الوجع، المصران، اي حاجه غادي تخلطوا هاد المكونات، والله هي البنات هي ريحتهم كتعجبني انا، كتحمقني شكوني بحالي. البنات بالنسبه الى بيت الدف والحلبه ديروها، بالنسبه لنا القرعه اللي موجوده دايره فيها الحلبه، ولكن بزاف ديال البنات ما كيبغيوش الحلبه، ما درتهاش ليهم، كيقول لك تطيح لهم الطانسيون اولا الريحه وداك الشيء، ما درتهاش هي هذه بلا حلبه غتعطيكم النتيجه، ولكن الا زدتوا الحلبه حتى هي البنات رائعه، وما تقولوش لي حنا بينا نصوموا بيضرنا الجوع داك الشيء، بالعكس باش ما درتي داكشي باش ما تيولي لك عسر الهضم، ما تيبقاش انك المشكل ديال ما تتهضم لك، خصوصا كيكون في رمضان يعني تاكلي بزاف ما تيبقاش تتهضم لك داكشي، ما بقيتش تحسي بالجوع، كاين اللي تيبقى من الفطور وحتى الفطور الاخر، ايها البنات داكشي علاش هادشي ضروري توجدي قبل رمضان باش تفتح لك الشهيه وتاكلي مزيان وتطلعي في راسك وتسمانه في رمضان. ايها البنات قلت لكم والله البنات الا كنسمان انا في رمضان هي بهذا الشيء. يلا البنات على بركه الله، صافي غتخلطي هاد المكونات ومن بعد يلا نمشيو نطحنوهم. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر صافي رجعت معكم. كيف ما شفت معايا من بعد ما طحنت المكونات كاملين، هاد هما العشيبات ديالي دايرهم فهاد القرعه اللي طحنت دابا، خلي عليكم دوك اللي ديجا عندي. المهم البنات بالنسبه للكميه كي قلت لكم 100 غرام 100 غرام لكل مكون، غتاخذيهم كي قلت لكم تغسلوهم وطحنيهم كي وريتكم. بالنسبه لطريقه الاستعمال غتاخذوهم من جوج حتى لثلاثه مرات بعد الاكل، ماشي قبل الاكل البنات، من بعد ما تفطري وتفطري فطورك وتشربي حريرتك وتقدي كل شيء امورك، غتاخدي واحد المعلقه صغيره وتصفيها بالماء، يعني تاخدي معلقه بحال هكا، معلقه صغيره، كويه صغيره، غادي ديريها فمك ديال هاد العشوب مخلطين مع بعضياتهم، ومن بعد تشربي عليهم الماء صافي، وما تاكليش ديك الساعه شي حاجه، بقاي حتى العشاء الا بغيتي تعشي. ومن بعد تاني اخر حاجه تاني فاش تسحري تاخدي تاني معلقه
وردوا عليا الخبر على البنات الناس اللي كيعانيو من المصران، الغازات، الانتفاخات، القولون العصبي، المعده، اي حاجه عندك مشكل هاد المكونه ما خصهمش يخطاوك من البلاكار ديالك، وشي حاجه اللي واعره واعره والمكونات شكل راسهم براسهم. بحثوا عليهم البنات وردوا عليا خبر، جربوا هاد الوصفه ما تكزوش عليها. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي واكيد غادي يعجبكم. ما تنساونيش عافاكم البنات بالبارطاج واللايك باش كتعمل فائده، ويدخلوا البنات يشكروني كيف اي وصفه كيجربوا، اوكي دخلوا اشكروني لا تحت عيني على شي تعليق، راني كنحط لكم في المنتدى باش هكا ترجعوا للوصفات في يدي العجز وتجربوها. كنحمق عليكم يا احلى كفيدات، احلى غزالات، احلى متتبعات ديال قناه كوتر فلوكس. فيديو جاي ان شاء الله، باي باي.